هارون وبحسام، مشاهدينا الكرام، جولتنا الثقافية سنبدأها بالأدب. أين نظمت الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي صبيحة اليوم بالمكتبة الوطنية الحامة ندوة صحفية للحديث تقول عن الملتقى العربي الخامس للأدب الشعبي، والذي سينطلق ابتداء من يوم 28 من الشهر الجاري، والذي سيقام أقول تحت شعار السخرية في النص الشعري الشعبي، بالإضافة إلى تكريم وجوه أدبية وعربية معروفة. أين عرفت الندوة حضور كل من الدكتور والشاعر الغنائي صلاح الرياني من ليبيا والشاعر محمد العرابي من لبنان، وستعرف هذه الطبعة مشاركة 12 دولة عربية. التفاصيل في ميكروفون عبد الغضبان. إن شاء الله سيكون الافتتاح يوم 28 يوم السبت القادم إن شاء الله بالقاعة الحمراء بالمكتبة الوطنية، واللي سنتناول في هذا الملتقى الخامس إن شاء الله موضوع أو تيمة السخرية في النص الشعري الشعبي العربي، واللي هو هذا العنوان أو الموضوع اللي أول مرة يتناولوه سواء في العالم العربي أو في الجزائر. أما هذه الطبعة موضوع السخرية وهو ما نحتاج حاليا إليه، لأنه هو شكل من أشكال التعبير عن عدم رضا لواقع معين، وهو الواقع الذي تتخبط فيه الشعوب العربية بشكل أنه أضاعت القيم والاستقرار والرفاهية والحياة الهادئة للشعوب. نحن بالسال الممتن نريد أن نقرب الثقافات لبعض، اللي في الجزائر يفهم الخليجي وش يقول، واللي في الخليجي يفهم الجزائر وش يقول، وبالتالي ربما يكون يعني تقريب ليوم الوحدة اللي نحلم به كنا كشعوب عربية يعني.